خلال الأيام الأخيرة الجدل في الوسط الفني بقى زي كلمة صباح الخير وأهلا، طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وبعد كده خروج ياسمين عبد العزيز وبتقول قد إيه إنها بتحب أحمد العوضي، وبعديها أحمد العوضي يقول إن هو بيحب ياسمين بس الاتنين شكلهم مش هيرجعوا لبعض. حاجة بقى تانية أثير بسببها الجدل وهو الفنان أحمد السقا اللي حقق نجاح كبير جدا في مسلسل العتاولة رمضان اللي فات، تصدر بيه نسب المشاهدة والكل قال ان السقا راجع بقوة، وقبلها عامل دور شجيع في مسلسل 15 حلقة بس قدر من خلاله برضو انه يثبت نفسه، وان احمد السقا ما انتهاش زي ما ناس بتقول. وبما ان الجدل مصار حواليه، اي نجم كالعادة بيحصل معاه كده لازم تطلع عنه اشاعات كتيرة، اشاعات ان هو تعبان، اشاعات ان هو عايز يعتزل وزهق من كلام السوشيال ميديا، واشاعات انه طلق. طب ايه قصة انفصال احمد السقا عمها الصغير؟ وهل الكلام ده حقيقي؟ تعال نعرف القصة من البداية للنهاية على المصرية. احمد السقا حل ضيف على برنامج اسرار النجوم مع انجي علي عشان يتكلم عن اعماله الفنية اللي كسرت الدنيا خلال الفترة اللي فاتت، وطبعا انجي علي عشان هي مذيعة شاطرة كالعادة سألت سؤال بيتردد بشكل واسع جدا من كل جمهور السوشيال ميديا بعد ما انتشر خبر عن انفصال وعن زوجته الاعلامية مها الصغير. الخبر ده بقاله فترة كبيرة جدا الناس كلها عمالة تتكلم فيه، وهو لا طلع اتكلم ولا قال عنه اي حاجة، ومها الصغير كذلك لا اتكلمت ولا علقت. عشان احمد السقا بقى ينهي الاشاعات دي ويخلص عليها ونخلص منها، وقال انا متجوز وما طلقتش وكل اللي بيتقال ده مش حقيقي، ولو لا قدر الله حصل حاجة كله كان هيعرف لان الاخبار هنا ما بتستخباش، الامر مش جديد وبيتقال عليا من 17 سنة وانا مش عارف السر ورا الاشاعات دي، انا عايش سعيد وكويس. اي بيت بيبقى فيه مشاكل وده عادي، لكن لو في مرحلة نفسي اوثقها في حياتي هي حقبة النهاردة اللي اتجوزت فيها واصبح عندي 3 شباب سند وظهر ليا في حياتي، هي المرحلة اللي فعلا نفسي اوثقها في حياتي. انا مش عارف الناس بتطلع تتكلم على اساس ايه، انا عارف ان الكل بيحب احمد السقا، لكن الاشاعات اللي بتطلع دي ملهاش اي اساس من الصحة، ولو حصل اي حاجة تستحق الاعلان في حياتي الشخصية اكيد هطلع وصارح كل الناس بيها عشان انهي اي كلام، وده معروف عني وعن طبيعة شخصيتي. الحقيقة كلام يحترم جدا من احمد السقا اللي نفى بيه كل الاشاعات اللي ترددت عنه الفترة الاخيرة، انه طلق مها الصغير وانه انفصل عن ام اولاده بعد سنين طويلة من العشرة. ممكن يبقى في مشاكل بينهم زي اي زوجين في العالم، بس عشان هو احمد السقا الكل عايز يعرف اخباره. المهم قلنا في الكومنتات ايه رأيك في احمد السقا خلال الفترة الاخيرة بعد الانفجار الفني لموهبته في سن كبيرة زي دي، قول لنا بقى.